بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين المشاهدين الكرام بالخير والبركات، وحياكم معنا إلى لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامجكم من عمان. مشوار جديد مشاهدينا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، نتمناها إجازة كانت إن شاء الله إجازة سعيدة قضيتوها برفقة الأهل وبرفقة الأصدقاء، وحياكم معنا إلى لقاء جديد من برنامجكم من عمان مع بداية أسبوع نتمنى بإذن الله يكون حافل بالعمل والجد والعطاء في مختلف مواقع العمل والبناء. حياكم مشاهدينا، وحضرنا لكم في حلقة اليوم مجموعة من المحطات، كل أمنياتنا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل وممتع. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع تفاصيل محطات لقاء هذا اليوم من برنامجكم من عمان. نولعها نلعب بالجوكر؟ ايه رأيكم الجوكر هو اللي هيلعب بيكو؟ انا معايا ورق نار هيولع اللعبة وهيولع الجو وهيولع فيكو كمان. ماد قلت لك سنيكرز ليه؟ انت كل ما بتجوع بتتجنن. احسن؟ احسن. انت مش انت وانت جعان، سنيكرز ما توقفش. ما توزع تاني. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه التغطية المسائية في برنامجكم من عمان من خلال مجموعة من المحطات، مجموعة من المتابعات، تغطية لمختلف الفعاليات في مختلف الأصعدة الثقافية الفنية الرياضية الاقتصادية التي تشهدها أرض السلطنة بشكل دائم وبشكل مستمر. يوم الثلاثاء القادم ولمدة ثلاثة أيام راح تكونوا على موعد من خلال دار الأوبرا السلطانية مسقط مع عرض جميل تنتظره جميع الأذواق المتذوقة للعروض الإيطالية من خلال عرض أوبرا لا ترافياتا. وطبعا هذه الفرقة الراقية لأكثر من 160 عاما امتدت للحديث عن كل
التفاصيل الخاصة بهذه العروض الموسيقية. نحن راح نتكلم مشاهدينا بشكل مفصل عن هذا العرض الموسيقي، وراح نتكلم عن تفاصيل هذا العرض بعد الفاصل. حياكم مشاهدينا من جديد، إذا متواصلين معكم عبر هذه التغطية وحديثنا أكثر بالتفصيل عن هذه العروض الموسيقية الراقية، نتعرف عليها من خلال وجود رئيس الفنانين بفرقة مهرجان الأوبرا الإيطالي ماشيراتا فرانشيسكو ميخيلي. مساء الخير وسعيدين جدا بوجودك معنا في السلطنة، وأيضا من خلال دار الأوبرا السلطانية موسكو. شكرا جزيلا، انني فخور جدا لمجيئي الى بلدكم، فهذه تجربه رائعه بالنسبه لي وهي حلم رائع، فهذه اول مره لي اجي الى السلطنه في هذه الدوله الرائعه والجميله. انا فخور جدا لامثل العرض في هذا المسرح الاوبرالي الرائع. أكيد احنا سعيدين بوجودك معنا، وحابين قبل أن نخوض في معرفة تفاصيل العروض اللي راح تقدموها نتكلم عن القيمة الإضافية في أنك تشارك في تقديم عروض في الشرق الأوسط وبالتحديد في بلد تعتني كثيرا بالموسيقى وبالعروض الأوبرالية من خلال وجود دار مختصة بهذه الجوانب الموسيقية. نعم، هذا اللقاء الرائع لأنه بالنسبة لنا أوبرا لا ترافياتا هي أهم أوبرا في العالم، فهي واحدة من أكبر وأهم 10 أوبرا في العالم، والترافياتا تأتي في المقام الأول، لذا فنحن فخورين في تقديم هذا العرض في الأوبرا، هذه الأوبرا الإيطالية، وبهذا العرض أتمنى أن تستمتعوا به لأنه عرض رائع وتقليدي، وهو يبلغ من عمر 200 سنة وهو حديث أيضا، وفي الحقيقة سنرى الكثير من هذا العرض، فهو حديث وتقليدي أيضا. جميل. طيب، أكثر من 160 عام لاترفياتا مشهورة بعروضها الموسيقية، لما تأتيكم مثل هذه الدعوات كيف تحرصوا أنكم تكونوا متجددين، أنكم تقدموا عروض جديدة، تقدموا ما يروق إلى المشاهد والمستمع بطريقة أيضا ترقى إلى ذائقة الراقية أيضا؟ تعرف أنه في الأوبرا الأوبرا الإيطالية بالذات فهي تمثل قصة حب، فهذه أوركسترا كبيرة جدا وعدد كبير من العازفين والممثلين، لا إنهم لا يتحدثون عندما يمثلون، فهم يؤدون فقط، وبالتالي فهي تبدو كقصة رائعة، وفي الحقيقة وعلى الدوام فإن الأوبرا تأتي من الحقيقة ومن الواقع، وترافياتا وهي اسم الشخصية فيوليتا in reality comes from a piece, a theatrical piece من قطعة مسرحية لألكسندر ديما، والكسندر ديما قدم قصة حقيقية على المسرح الروماني، قصة حب عاشها في باريس منذ 200 عام. وعندما تشاهدون ترافياتا هذه القصة الرائعة نتذكر من خلالها الشخصيات الموجودة على المسرح، شخصيات كانت حقيقية في واقع الأمر. جميل، لكن يعني عندما نقرأ عن مسيرة لاترفياتا يعني سمعنا أنها في بداية عرضها الأول تعرضت للفشل،
لكن بالرغم من ذلك هي مستمرة تقدم عروض بشكل دائم وبشكل مستمر. I don't understand, sorry. هي يعني كما سمعنا أن هذه الفرقة الموسيقية الراقية كانت في عرضها الأول لم توفق بالنجاح، لكن بالرغم من ذلك لم تتوقف، استمرت في تقديم العروض بشكل مستمر وجابت مختلف دول العالم. And all of... Yes, exactly. نعم بالتأكيد. I have to say that in the first أقول في الحقيقة أنه في العرض الأول كانت فضيحة في مدينة البندقية الجميلة. في المرة الأولى وفي الأوبرا قدمنا القصة قصة معاصرة في نفس وقتها، وفي الأوبرا وحتى هذه اللحظة تأتي الشخصيات من الفترة القديمة ومن أماكن بعيدة، وبالتالي فبالنسبة للشعب الإيطالي عندما يرون قصة بشخصيات حقيقية موجودة في الواقع في باريس فكانت هذه تمثل فضيحة، وبالتالي فهي كانت شخصية مهمة لفيردي. والأوبرا مثل القصة في الحقيقة ولكنهم يتحدثون عن الحب، وهي مهمة لكل الناس وكل الدولة في ذلك الوقت، وبالتالي كان الأمر يدعو للشفقة لأنه في العرض الثاني في بريشا وهي مدينة ليست بعيدة من باريس، فقد تغيرت الفترة، فترة الملابس كانت في فترة النهضة وكانت في إيطاليا في ذلك الوقت، وبالتالي الآن وفي هذا العرض على سبيل المثال نعطي العدل والعدالة لفيردي لأننا نعرض الشخصيات في نفس الفترة، وهذا ما يريده جوزيبي فيردي مؤلف هذه الأوبرا. جميل. طيب من خلال البرنامج العروض الثلاثة التي ستكون في دار الأوبرا السلطانية مسقط ستكون هناك درافياتا المرايا، فحابين نتعرف على تفاصيل أكثر خاصة بهذا العرض اللي راح تقدمه أيضا من خلال العروض الثلاثة. Yes, you know, تعلمون أن هذا العرض الذي أتى إلى مسقط بعد رحلة طويلة وهو ولد منذ 21 سنة، وبعد أول عرض في مهرجان حي لم أكن موجودا في ذلك الوقت وكنت مشاهدا فقط، وشاهدنا الكثير من النجاح، وبعد هذا العرض توجهنا إلى أماكن عديدة في أوروبا وفي أمريكا، ونحن فخورون بأنه لا ترافياتا الأولى نقدمها من عندنا، لا ترافياتا من عندنا نحن. جميل. نحن نعرف أن هناك الكثير من الأشخاص من عشاق العروض الأوبرا يحضرون الأوبرا بشكل مستمر، الآن أنتم كيف تضمنوا أنكم من خلال عروضكم الدائمة والمستمرة أن لا تتكرروا، أنكم ما تكونوا متكررين، تجعلوا المشاهد الذي يحضر العرض يكون متصل معكم مع مدة العرض بشكل مستمر؟ لم أسمع الجزء الأول. يعني كيف تحرصوا على أن يكون المشاهد لهذه العروض متصل معكم بشكل دائم مدة العرض، على الرغم من أن بعضهم قد يكون حضر هذا العرض مسبقا في دولة من الدول مثلا؟ هذا سؤال جيد. تعلمون أن الأوبرا وبوجه خاص شيقة، ورأيت أن دار الأوبرا السلطانية في مسقط أعدت الجمهور وقدمت الشخصيات والقصة، وأعتقد أن هذا
version of Traviata. أفضل عرض لترافياتا سيكون في هذه الدولة لأنه واضح جدا. Very rich show. وهو عرض ثري. Using the traditional ونستخدم الأسلوب التقليدي للأوبرا الإيطالية. ويعني أننا نفخر بالماضي وفي فترة فيردي كانت الأوبرا تمثل ممثلة عن طريق الرسم ونستخدم الرسم أيضا. وفي إيطاليا نحن نستخدم أشياء حقيقية ومخترعات حقيقية وبالتالي فإن الفنانين لا يعرفون فن الرسم مثل ما كان في الماضي ولكن في هذه الحالة نحن نستخدم أفضل الرسامين في إيطاليا وبالتالي ترون على المسرح مثل ما كان في الماضي ولكن الفرق هو أن الرسومات ليست مثبتة ولكنها موجودة على الأرض وبالتالي فهنالك مرآة كبيرة جدا تعرض الرسم إلى الجمهور وهذا يبدو كصدمة للجمهور لأنها تشاهد الأرض مثل ما هي في السقف وهذا شيء غريب مثل الله الذي ينظر إلى البشر وبالتالي فإن هذا يكون سهلا لنا لأننا نستطيع أن نفهم هذا من وجهة نظر المجموعة. نعم. طيب أيضا من ضمن الفعاليات المصاحبة لهذه العروض الموسيقية سيكون هناك معرض مصاحب لأعمال الرسامين لأعمال الموسيقية لفيردي الموسيقار المشهور فما هو الرابط بين هذه اللوحات الفنية وبين العروض الموسيقية الأدائية الأوبرالية؟ بالنسبة لهذا المعرض فقد اخترت مع كريستينا شيبرمنت رئيس المسرح أفضل المغنيين الذي يغني هذا الدور في العالم وبالتالي من المهم فإن مناصر ترافياتا عندما مات في الحقيقة كانت تبلغ من العمر 23 عاما ومن المهم أن يكون المغني جميل ومفعم بالطاقة ونستطيع أن نقول أن المغنية فيوليتا She's the best هي الأفضل لأن في صوتها تشعرون بالشخصية وما تعبر عنه ورغبتها في الحياة لأنها صغيرة كانت صغيرة ومريضة وفيوليتا هذه الشخصية كانت تعاني من السل وكان ذلك سببا لوفاة الكثير من الناس في هذا في ذلك القرن وبالتالي فإن الفتاة ماتت في سن مبكرة وكانت تريد أن تعيش حياة أيامها الأخيرة بكل الطاقة التي تتمتع بها وبالنسبة لألفريدو حبيبها أردنا مغني شاب مفعم بالطاقة ولديه الخبرة أيضا لا نستطيع أن نضع على المسرح شاب في مقتبل العمر وبالتالي اخترنا هذا المغني ذو نجاحات وخبرات كبيرة لكي يؤدي ولكي يفهم الجمهور أن هذا في عمر الشباب عندما يكون على المسرح أيضا. طيب عندما قدمت لك هذه الدعوة أن تحضر إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط في دولة جزء من الشرق الأوسط تعتني بهذا القدر من الأوبرا من بالموسيقى بالذوق الراقي وبالفن الراقي كيف تصورت الأمر؟ هل تصورت الأمر أن تكون دار الأوبرا السلطانية مسقط بهذا الحجم من الإمكانيات من التطور أن تكون في هذا البلد بالتحديد؟ ها.
For me, the first representation بالنسبة لي العرض الأول سيمثل مفاجأة كبيرة. أنا أشعر أن فيردي سيعيش كان يعيش في أول عرض ترافياتا في البندقية. هذا العرض هو أول عرض يشاهده الناس الشخصيات ستظهر لأول مرة هنا وبالتالي سيمكن متابعة هذه القصة المثيرة مثل ما كان يتابعها الإيطاليون منذ 200 عام. Every time they finish, the singer finishes to sing an aria. The aria is the name of the song of the opera singer. الأغنية والمغني بالنسبة لنا مهمين جدا وبالتالي فنحن نهتم جدا بالتصفيق في نهاية الحفل ونحن مشرفين بالجمهور الذين سيحضروننا وبالتالي فإن الأوبرا الإيطالية يسهل فهمها من قبل الجمهور. جميل. طيب يعني بوجهة نظرك كيف بالإمكان أن يستفيد العمانيون والفنانون؟ عمان معروفة باهتمامها الكبير بالفن، فكيف بالإمكان أن تستفيد من وجود هذا المعلم الثقافي، وجود دار تحتضن هذه الإمكانيات الموسيقية لديهم؟ بوجهة نظرك الآن كيف تستطيع دار الأوبرا السلطانية أن تشكل إضافة حقيقية للعمانيين للمهتمين بالفن، لأن العمانيون معروفون باهتمامهم الكبير بالفن، فكيف بالإمكان أن تسهم دار الأوبرا السلطانية مسقط في صقل مواهبهم في تشكيل لبنة موسيقية راقية للموسيقى في السلطنة؟ Here in Muscat. But I think it's wonderful the work that the opera house is doing. أن العمل الذي تؤديه دار الأوبرا في مسقط رائع. هي دار الأوبرا. Italian words because الأوبرا هي كلمة إيطالية. الأوبرا التي نؤديها أوبرا إيطالية. وفي من 10 أوبرا نقدمها في العالم هنالك 8 إيطالية. هنالك أوبرا إيطالية وأوبرا أوبرا فرنسية أوبرا ألمانية. وبالتالي فإن هذا الصرح الرائع وأنا يعجبني جدا العمل الذي تؤديه دار الأوبرا هنا لأنكم تقدمون أوبرا كلاسيكية ولكن أنتم تعبرون عن إيمان عميق بإمكانية أن يؤدي الناس القصص من خلال الموسيقى. يمكن عمل ذلك من قبل الإيطاليين والألمان و الموسيقى التقليدية وموسيقى الجاز. وبالتالي فإنني أعتقد أن جمهور هذه الأوبرا لديه الميزة والتميز في مشاهدة قصص رائعة تقدم بلغات مختلفة. حتى الشباب والطلاب يمكنهم الاستفادة ومشاهدة ترافياتا وعلى دار الأوبرا السلطانية. فهذه فكرة جيدة وتمرين جيد لفتح عقول الناس والشباب لكي يستمعوا لقصص مختلفة بوسائط مختلفة. وفي الحقيقة أقول أنني أن حلمي هو أن نخلط الأوبرا مع الموسيقى التقليدية لأن الفنانون متشابهون والفنانين متشابهون ويقدمون الموسيقى بالغناء وفي معظم الأحيان يتحدثون عن الحب والحب السياسي وحبنا لبلادنا وبالتالي فهذا يمكن أن يكون أمرا شيقا على ما أعتقد. جميل. نحن نتمنى لكم عرضا موفقا وممتعا لجميع من سيحضر هذا العرض. نتمنى لكم أيضا إقامة طيبة في ربوع سلطنة عمان إن شاء الله. شكرا لك على وجودك معنا رئيس الفنانين بفرقة مهرجان أوبرا الإيطالي ماشيراتا فرانشيسكو ميخيلي. شكرا جزيلا لك. شكرا thank you very much. شكرا جزيلا.
إذن مشاهدينا متواصلين معكم مع بقية المحطات والتفاصيل في برنامجكم من عمان. الأشخاص اللي حابين يحضروا هذا العرض الأوبرالي يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم في دار الأوبرا السلطانية مسقط لعروض الأوبرا لترافياتا، وإن شاء الله نتمنى لكم عروض ممتعة وحضور طيب وجميل. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع محطة جديدة في برنامجكم من عمان. التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات أسماء الفرق الفائزة في المسابقة الوطنية الثالثة للروبوت، والتي ضمت حوالي 300 طالبا وطالبة ومعلما ومعلمة من مختلف محافظات السلطنة. وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرات الطلاب على الابتكار والتفكير والعمل التعاوني. ومن بين المشاريع المتوجة مشروع مدرسة كعب بن زيد بمحافظة مسقط في الفئة العمرية من 13 عاماً إلى 16، والذي يعكس عزيمة الطلاب وقدرتهم على الإبداع والابتكار والتحدي. وتكريماً لتلك الجهود سيقوم الفريق بتمثيل السلطنة في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمية على مستوى العالم، وذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على دعم مواهب الطلاب وقدراتهم نظراً لما يشهده العالم من تطورات كبيرة في مجال الذكاء الصناعي. عندكم هنا مسابقة كومودو اللي هي تعرف أيضاً بمسابقة التحدي، وهي أحد أقسام المسابقات المتعلقة بالروبوت. طبعاً هنا الفكرة بحيث إنه هم بيعطوك وظائف معينة يطلب منها يطلب الحكم من الفرق المنافسة إنها تأديها. فأنت عند تأدية هذه المسابقة قبل لا يبدأ الحكم يعطيك الوظيفة المعينة أنت بتقوم بها، المطلوب منك يعطيك تقريبا 20 دقيقه بحيث انك تقوم باعطاء الروبوت البرمجه المناسبه لحسب الوظيفه اللي انت معطاه اياها. فعندنا طبعا هذا الجهاز اللي احنا قمنا بتصميمه، طبعا هو يقوم بالتعرف عن يعني عندك هنا على الطاوله طبعا كرات حمراء وكرات زرقاء، فبيقوم هو الروبوت بالتعرف على الكور بحيث انه يقوم بالمرور على جميع الكور ويتعرف عليها سواء كانت كره حمراء او زرقاء. فالحين انت بيكون مطلوب منك انك تقوم باخذ هذه الكور الحمراء من دون اسقاط الكور الزرقاء. هذه فكره المسابقه بحيث انه في ايضا قوانين اخرى بحيث انه مثلا جميع الكور الحمراء بعد ما يقوم الروبوت باخذها يوقف في المنطقه الخضراء، بالاضافه الى انه جميع الكور الحمراء المفروض تكون داخل المنطقه الخضراء ويوقف حسب الكور اللي اخذها. اذا اخذ كورتين عندك طبعا المنطقه الثانيه، واذا اخذ ثلاث كور عندك المنطقه الثالثه، وفي النهايه عندك اخر شيء اربع كور بحيث انه لا يزيد عن اربع كور او تقل عن كورتين. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه التغطية المسائية في برنامجكم من عمان، وهذه المرة عن حديث
نشاط طيب وجميل لمجموعة من الطلاب في وزارة التربية والتعليم، ابتكروا ريبورت جديد يشاركوا به على مستوى العالم. تأهل هذا الفريق على مستوى السلطنة، سيشارك إن شاء الله في نوفمبر القادم في جاكرتا على مستوى العالم للمشاركة به. ريبورت هذه المرة يركز على موضوع الإرث العالمي. هم اختاروا ريبورت مالهم الخاص ليكون حول قلعة بوهلة، ليحكي تاريخ وعراقة هذه القلعة بطريقة عصرية تحاكي موضوع الريبورت. نحن راح نتعرف على هذا الاختراع وهذا الابتكار من خلال وجودهم معنا في استوديو برنامج من عمان. نرحب بداية بالأستاذ يوسف بن محمد السيابي، المشرف على المشاريع في المسابقة الوطنية الثالثة للريبورت على مستوى السلطنة. مساء الخير أستاذ يوسف، سعيد جدا بوجودك معنا. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، حياكم الله وأشكركم على الاستضافة هذه. بارك الله فيك. وأيضا نرحب بالطالب المبتكر لهذا المشروع، أحد الشباب المشاركين في هذا الفريق، علي بن سليمان العجمي. مساء الخير علي، ونبارك لك أيضا فوزكم بالمركز الأول. الله يبارك، الله يسلمكم يا رب. نبدأ مباشرة معك أستاذ يوسف، ونتحدث في البداية بفكرة عامة عن هذه المسابقة، أهمية مشاركة السلطنة في مثل هذه المسابقات العالمية، حتى يعني نخبر الآخرين لسنا مجرد منهج يقدم على مستوى المدارس فقط، هناك أنشطة طيبة، هناك نشاط علمي، هناك ابتكارات لطلابنا من خلال مشاريعهم المختلفة. صحيح، مسابقة روبوت لها دور كبير، ودورها الكبير أنها تنمي دماغ الطالب وتجعله يخرج من جانب التلقين إلى الجانب العملي، ولها دور كبير في نمو الدماغ وعقلية الطالب والتفكير وتطبيق عملي بحت في كل ما يدرسه في المناهج وما يدرسه داخل الفصول. فالروبوت له قدرة، نستطيع القول أنه له القدرة أن يجعل الطالب يفكر، يحل مشاكل، له القدرة أن يطبق بعض التطبيقات الفيزيائية، التطبيقات الكيميائية، وتطبيقات الخاصة التي يدرسها في الرياضيات أيضا. جميل. طيب بالنسبة لك علي، وش الشيء اللي دفعكم أنكم تشاركوا في هذه المسابقة؟ لماذا قررتم المشاركة بالتعاون مع أستاذ يوسف في هذا المشروع وتمثل السلطنة على مستوى العالم؟ في البداية أنا كنت أول شيء كنت داخل دورة تدريبية عن الروبوت، فهي اللي شجعتني بشكل كبير على أساس أني أدخل، وحبيت هذا المجال وضعت هدف إليه بحيث أني إيش أوصل للعالمية وأحقق مركز السلطنة، هو هذا الدافع الرئيسي اللي خلاني. كيف كان طبيعة عملكم كفريق عمل مع بعض، روح الجماعة مطلوبة في مثل هذه الأعمال الابتكارية؟ لو ما أصلا ما موجودة روح الجماعة كنا ما فزنا، وأساس كل عمل لازم يكون فيه روح جماعة، وأيضا التعاون أو صلة الربط ما بينهم بشكل كبير. والله يخلي أستاذ يوسف ما شاء الله عليه قدر يجمعنا مع بعض وألف فرقة متميزة. طيب بالنسبة للمنهج، هل ساندكم المنهج حتى أنكم تتغلبوا على بعض الصعوبات اللي قد تواجهكم أثناء عمل هذا الريبورت؟ طبعا، لأن إحنا الحين في الدراسة نستخدم الفيزياء والكيمياء، وأيضا هذا الروبوت إلى علاقة بالفيزياء بالمسائل الفيزيائية، فساعدتنا بشكل كبير في حل بعض المشكلات. جميل. طيب أستاذ يوسف، يعني إرث عالمي وريبورت، ما في تناقض؟ يعني هناك نتكلم عن تقدم علمي تكنولوجي، وهناك نتكلم يعني عن تاريخ، عن شيء من الماضي. هي المسابقات الروبوت تطرح لموضوع، في كل عام تطرح لها موضوع معين، وهذا العام طرحت موضوع أن الروبوت يخدم الإرث العالمي. ومقصد بالإرث العالمي هنا اللي هي المواقع المسجلة في منظمة اليونسكو. جميل. فنريد هم الروبوت كيف هذا الروبوت يخدم هذه المواقع. جميل. فاستطعنا نحن نروج قلعة بهلة حتى نجعل الروبوت يخدم هذه القلعة بالترويج عنها. جميل. للعالم. طيب نحن حابين علي خبرنا بتفاصيل هذا المشروع، كيف يعني دمجتوا قلعة بهلة بوجودها التاريخي والحضاري من خلال هذا الريبورت؟ كيف دمجنا؟ يعني كيف كان طبيعة المشروع؟ وش تفاصيل هذا المشروع بالضبط؟ احنا اول شيء ايش خلينا اول شيء الافكار جمعناهن، وصلنا الى فكرة ان ايش نسوي قلعة تبني نفسها بحيث ان ايش نروجها للسياح. طيب. نقدر نخليها في الاماكن اللي توجد فيها سياحة بشكل كبير، اساسنا نعرف ان عندنا احنا قلعة وعندنا تراث عريق بإمكانهم أن يجي يزوره. جميل. وش تفاصيل مما يتكون، وش الأجزاء الخاصة بهذا المشروع؟ هو عبارة عن برمجة وقطع الليجو، وعن طريق قطع الليجو نصنع إنجينات أو محركات بحيث أن إيش تقوم بعملية البناء، وأيضا عندنا اللي هي البرمجة اللي هي متصلة بالميكانيك بشكل كبير اللي هي تقوم بإعطاء الوظائف إلى هذه القطع. نعم. أستاذ يوسف، مثل هذه المشاريع قد يعتقد الآخرين أن العمل أكبر بالنسبة للأستاذ لأن أو المشرف على 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 أي فريق، لأن عنده الخبرة، عنده الدراية، وهو أكثر متخصص في هذا المجال، يبقى دور الطلاب فقط كأنهم مشاركين. ما أعرف إذا هذه الملاحظة صحيحة. لا، هذه معلومة غير صحيحة، لكن أنا أجمع الطلاب، فلما أجمع الطلاب أقيم لهم دورات، عدة دورات. طيب. في الروبوت في البداية، بعد هذه الدورات، بعد إقامة الدورات لهم وتدريبهم تدريب صحيح في الروبوت والمهام والأعمال الذي يقوم بها،
نبدا في طرح لهم الموضوع المسابقه وابدا معهم كمشرف فقط اكثر ما اكون كعامل. لكن الان الامور التكنولوجيه، الامور التقنيه، تركيب هذا الجهاز في هذا الجهاز، البرمجه مثل ما ذكر علي، من يتحكم فيها بالضبط؟ يعني من يدقق فيها طالما هم طلاب ما زالوا على مقاعد الدراسه؟ لا، هو برمجه الروبوت، هو الانكستي اللي نحن نتعامل معه برمجته بسيطه جدا، يعني ما فيها اي صعوبه حتى نقدر نقيس صعوبة على الطالب، لا بسيطة جدا، وتدرس في المناهج عندنا. جميل. في المناهج، في الصفوف، في الصف السابع والصف الثامن، في فصل من فصول منهج الحاسوب يدرس هذا. جميل. طيب الآن علي، القلعة بأجزائها وبمكوناتها، كيف وظفتوا هذا الريبورت لخدمة هذه القلعة؟ هو ذكر أستاذ يوسف بداية الحديث أنه ستخدم من ناحية سياحية حتى للتعريف بهذه القلعة. هي تهدف أول شيء قلعتنا عن إيش؟ الترويج، نروج عن قلعة بهلة. يعني هدفنا الرئيسي اللي إحنا اخترناه كان في المسابقة أصلاً فيه جزئين هناك عندهم، إن إيش؟ يا أن نسوي شيء يحمي أو يحافظ بالضبط، أو أن نروج عن شيء معين. أنتوا اخترتوا الترويج. أيوه بالضبط. طيب كيف ريبورت يروج؟ يعني كيف الطريقة؟ كيف راح؟ مثل ما قلت لك، عن طريق أن إيش تبني نفسها وتراويهم مراحل البناء اللي كانت فيها هي. مثل ما نعرف أن قلعة بهلة استمرت على مدى سنوات طويلة. نعم. طيب يقدروا يتحكموا بمثل هذه الأشياء؟ يعني ما أعرف، هل الخيال يستوعب مثل هذه الأشياء؟ أن هي كحكاية في طريقة بناء أو كيفية بنية قلعة بهلة. طيب. يعني في البداية الروبوت هو بشكل عام عبارة عن جبال فقط، ومن الجبال تبتني القلعة، تخرج القلعة ببنائها كاملة، ومن فوق ذلك وضعنا بعض الوظائف في القلعة، كالوظائف التي بداخل القلعة، مثل كانوا يصنعون العسل، إنتاج العسل فيها. استخدمنا الروبوت في إنتاج العسل. نعم. عن طريق التمر، وأيضا وضعنا القلاع وسائل الدفاع، تطلق المدافع أيضا بعملية دمج الروبوت وأداء هذه الوظيفة بأنه يقوم بعملية إطلاق المدفع فيها. جميل. طيب علي، أنتم الآن مشاركين على مستوى العالم في جاكرتا، كيف تضمنوا أنكم ما فقط تشاركوا لأجل المشاركة، فعلا أنكم تحافظوا على الإنجازات اللي حققتوها في المرات الماضية في أولمبياد أبوظبي وفي بقية أيضا المسابقات الأخرى؟ يعني مدرسة كعب بن زيد مشهورة بمشاركاتها الكبيرة في مثل هذه المسابقات، كيف راح يوظف فعلا هذا الريبورت هذا المستوى؟ ما راح فقط أنكم تشاركوا لأجل المشاركة؟ إن شاء الله في أشياء مستقبلية بحيث إيش نطور هذا، بحيث إن إيش نضيف إلى اللمسات اللي هي مثل كولك، نعطي واقعية أكثر، وايضا راح نضيف الفيديوهات 3D على اساس انها تعطيه بشكل افضل، ومن هذه الاشياء. جميل. مشاركين فقط لاجل المشاركه هذه المره ولا ايضا ناويين على الفوز؟ لا، نحن لنا مشاركات سابقه، يعني كنا شاركنا في ابو ظبي وحصلنا على المركز السادس. نعم. وشاركنا في دوله قطر وحصلنا على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي. هذه المره لنا هدف على المستوى العالمي ان ننال المركز متقدم ان شاء الله. جميل. يعني على مستوى العالم، ونعرف ان يعني في كثير من الدول مهتمه بشكل كبير حتى من الصف الاول في موضوع الريبورت. صحيح. يعني هناك مناهج متخصصه في هذا الريبورت، مثلا في ايرلندا تدرس فقط مناهج خاصه بالريبورت من الاول، فكيف تضمنوا من خلال مشاركتكم انكم ايضا تحققوا شيء؟ انتم على اي شيء معولين من خلال قلعه بهله وهذا الريبورت انكم تحققوا مركز؟ نحن اكثر شيء ندخل في السباق هذه المره في الجانب التحدي وليس في قلعه بهله. ولأن المسابقة روبوت فئتين وليست فئة واحدة، فئة المفتوحة وعندك الفئة الثانية فئة العادية، ونحن حققنا المركز الأول في عمان في الفئة العادية. طيب. حصلنا على المركز الأول. أنتم تشاركوا في التحدي كيف؟ في التحدي أكثر. كيف؟ اللي ظهر معكم في التقرير قبل في التقرير قبل شوية كما نرى الآن طبعا على زين. الشاشة. فهو عبارة عن ويش؟ عبارة عن شروط وضعت. نعم. في المسابقة، أو هي عبارة عن جزيرة كومودو. الجزيرة فيها بعض المهام، عليك أنت بالتحدي، تقوم بالتحدي أنك تشيل الكرات الحمراء. أول شيء في البداية تقوم بتنمية تركيب روبوتك خلال مدة زمنية تعطى فيها. جميل. مثل ما نلاحظ الآن من خلال الشاشة. أيوة. تعطى مدة زمنية فقط تقوم بعملية تركيب الروبوت، ومن بعدها مباشرة يقوم الروبوت بحمل الكرات الحمراء فقط وخلال دقيقتين فقط، والروبوت يجب أن يكون بمقاييس لا يزيد عن 25 ارتفاعا ولا طولا ولا عرضا، لا يزيد عن هذه المقاييس. جميل. واذا اي زياده بسيطه انت تعتبر خاسر. وعلي، انتم ضابطين هذه الامور بتفاصيلها في الوقت؟ اول شيء احنا بدينا بالشكل بالتصميم، اول شيء حسبنا شفنا القوانين قريناها صح اساس انه ما نغلط في اي شيء، فمن خلال القوانين طبقنا كل شيء اللي هم يريدون. جميل. طيب الان كيف من خلال هذه المشاريع الخاصه بالريبورت ننشر هذه الثقافة أستاذ يوسف، ننشر ثقافة الاهتمام بهذا المكون، وأن دوره ما فقط دور علمي أو دور تكميلي، دوره مثل ما ذكرت أنت حتى ترويجي، دور تعليمي في كثير من الأحيان أيضا.
صحيح، حتى السنة الماضية قامت وزارة التربية والتعليم مع مجموعة من الأعضاء بإنشاء جمعية اسمها جمعية نشر ثقافة الروبوت. ممتاز. من خلال هذه الجمعية كانت لهم أهداف، وهي أول هدف نشر الروبوت بشكل عام. جميل. وبدوا بالبنين بأول اجتماع معهم نحن نتحدث فيه، وإن شاء الله سنواصل في عملية النشر. جميل. ولكن خطوة خطوة لنا. إن شاء الله خطوة خطوة. بداية لنا ما زلنا في الروبوت. إن شاء الله. نحن اليوم التقيناكم أنتم فزتوا على المركز الأول على مستوى السلطنة، إن شاء الله نلتقيكم في نوفمبر القادم ونحتفي بكم في استوديو برنامج بين عمان، وأنتم حققتوا المركز الأول على مستوى العالم. الله يوفقكم إن شاء الله، وأكيد راح نكون متواصلين دائما. شكرا على وجودكم معنا الأستاذ يوسف بن محمد السيابي المشرف على المشاريع في الريبورت. شكرا لك أستاذ يوسف، بارك الله فيك. وأيضا شكرا لك الطالب علي بن سليمان العجمي الطالب المبتكر في قلعة بهلة. شكرا لك يا علي، بارك الله فيك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من المحطات والتفاصيل في برنامجكم من عمان، مجموعة من التقارير، مجموعة أيضا من اللقاءات، لكن بعد الفاصل. أمسية جاءت لتعبر عن واقع المجتمع العماني، حملت عنوان أنا من أجلك، وذلك في صورة من صور التكافل الاجتماعي واهتمام أبنائه بالمسنين، حيث جاءت هذه الأمسية في مضمونها شاملة لتلك المعاني الاجتماعية السامية وسمات التكافل الاجتماعي الذي يتسم به أبناء المجتمع العماني. إن العمل التطوعي يعد من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي، ويعتبر معياراً لمدى رقي المجتمع وتطوره ووعي أفراده بأهمية الوقت ونفع الآخرين، يحدهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ويمثل العمل التطوعي التكملة للعمل الرسمي الذي تقوم به الدولة. الله يدوم سيدي في خطابه. الاحتفالية شهدت تقديم الكلمات التعبيرية التي عبرت عن أهداف الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين ودورها في خدمة المجتمع، في حين ألقى أحد المسنين قصيدة شعرية عبرت عن أحاسيس ومشاعر تلك المسن وحب الوطن، بينما تواصلت الاحتفالية بتقديم أوبريت جدران الأسى الذي عبر عن بر الوالدين والإحسان إليهما، في حين قدم أحد المنشدين إنشاد هادف بعنوان أنا المسن، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تناغمت مع أهمية المناسبة. زحفت بشريان الدم الأعوام. الاحتفالية اختتمت بتكريم المسنين المشاركين في الأمسية وكذلك الداعمين والمساهمين في إنجاح فعاليات الملتقى، بينما شهدت الاحتفالية افتتاح المعرض الصحي الذي تضمن الكثير من اللوحات الصحية ذات الصلة بالمسنين. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم من خلال برنامجكم من عمان، وهذه المرة للحديث
عن فعالية كانت في جامعة السلطان قابوس للاحتفاء والبحث عن المواهب العمانية في مختلف المجالات، مختلف الأصعدة، وأيضا بمختلف المستويات والفئات العمرية. مسابقة هذه الخاصة بالمواهب العمانية نظمتها طبعا جماعة الهندسة الكيميائية بجامعة السلطان قابوس من خلال وجود لجنة تحكيم مختصة في مجال اكتشاف واحتضان هذه المواهب حتى ترى أيضا فرصتها في المستقبل لمزيد من التطوير والصقل. راح نتعرف أكثر حول هذه المواهب، تفاصيل هذه الفعالية الجميلة وهذه المسابقة من خلال وجود الأستاذ بدر بن ناصر الحارثي، عضو لجنة التحكيم بالمسابقة وأيضا المنشد المعروف. مساء الخير بدر، وسعيد جدا بوجودك معنا. مساء النور أستاذ راشد، الحمد لله، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. وأيضا نرحب بعبد الله بن خلفان الراشدي، رئيس اللجنة الإعلامية بالمسابقة. مساء الخير عبد الله، سعيد جدا بوجودك. مساء الخير لكافة المستمعين. الله يسلمك يا رب. يعني قبل أن نتكلم عن تفاصيل هذه المسابقة والخوض في تفاصيلها، يعني مواهب عمانية، وصح أن بدر يعني أبو المواهب، لكن وش العلاقة يعني بين الإنشاد وبين المواهب عبد الله؟ طبعا هذه المسابقه اللي نحن نظمتها جماعه الهندسه الكيميائيه، اذا انت قصدك نتحدث عن لجنه التحكيم بالضبط في البدايه. ايوه، لجنه التحكيم طبعا في هذه المسابقه مكونه من المنشد القدير الاستاذ بدر الحارثي، والاستاذ الاعلامي خالد الزدقالي، والفنان العماني شمعة محمد، وايضا المدرب العماني استاذ طلال الرواحي. طبعا اخترنا هذه اللجنه المحكمه الاربعه لتكون من مختلف المجالات. جميل. طيب بدر، معنا كلام ان من خلال لجنة التحكيم هل اغلب المواهب مختصة بالمجالات الفنية، المجالات الادبية، ولا في حتى يعني مواهب اخرى علمية مثلا؟ انا اشوف اللي طغى هو مثل ما تفضلت انت، الجوانب الادبية والفنية كان فيه للشعر والانشاد والالقاء طبعا، وفي الجانب العلمي موجود. جميل. شيء قليل يعني من الجانب العلمي. نعم. وايضا الجوانب الرياضية، يعني جوانب مختلفة. والفئات العمرية اللي كانت موجودة واللي عرضت مواهبها في المسابقة؟ والله تتفاوت تقريبا، يعني على ما أظن يمكن من 13 سنة إلى فوق 30 سنة. في ناس، لأن المسابقة مش مختصرة أو مش يعني للجامعة، من خارج الجامعة على مستوى السلطنة. جميل. فكان مشاركين تختلف نسب عمرهم يعني. جميل. طيب عبد الله، يعني جماعة طلابية في الجامعة مختصة بالجوانب الكيميائية، لماذا اخترتم هذا المجال الاهتمام بالمواهب، صقل هذه المواهب؟ طبعا بنتحدث عن هذه الفكرة بالذات، فكرة الاحتضان هذه المواهب العمانية من قبل جامعة الهندسة الكيميائية. طيب. طبعا جامعة الهندسة الكيميائية لكل سنة عندها خطة من الفعاليات، فعاليات، بعض الفعاليات متخصصة في المجال العلمي، وبعض الفعاليات تخدم الجانب الإنساني والمجتمعي. لكل سنة نحن لدينا أمسية ترفيهية للجماعة. في هذه السنة اخترنا أن تكون هذه الأمسية ليست أمسية ترفيهية بالنفس، وإنما أن تكون أمسية تحمل طابع المواهب العمانية. طيب. كانت هذه المسابقة بداية من شهر سبتمبر الماضي، حيث أعلننا عن المسابقة بتاريخ 12 من سبتمبر من خلال الجولة الأولى، وانتهت الجولة الأولى أيضا عن تاريخ 6 من أكتوبر. نعم. بالتالي هذه جامعة الهندسة الكيميائية في هذا العام كانت سباقة لاحتضان مثل هذه الفعاليات. جميل. طيب أستاذ بدر، إذا كنت تتفق معي يعني في الحديث عن التفرقة بين الهواية والموهبة، الهواية يشترك فيها الكثيرون. صحيح. شعر، قصة، حتى في المجال الرياضي، مجال فني، مجال إلقاء، مجال مثلا بعض الأشياء. لكن الموهبة هي ما ينفرد به صاحب الموهبة عن الآخرين. هل هذا التفريق كان جلي، كان واضح في المسابقة ومن خلال تقييمكم؟ أو من خلال لجنة التحكيم؟ من خلال لجنة التحكيم. بالفعل. طبعا أنا أشوف الموهبة هي أشوفها هبة ربانية، سواء في الصوت أو في كذا. في بعض الناس تجدهم بدون ما درسوا، بدون ما تعلموا، بدون ما بحثوا في هذا المجال، تجدهم ما شاء الله مبدعين فيه. نعم. ولكن ما في إنسان ولد ما متعلم يعني. فاللجنة يعني فصلت بعض، مثلا احنا ما نذكر يعني بعض المشاركين موهوبين، يعني عندهم ما شاء الله من الأداء والحس، يعني ما يؤهلهم انهم يكونوا في المرحلة القادمة. لا. والبعض الثانيين اللجنة اختارتهم كتشجيع لهم يعني علشان نريدهم يستمروا في هذا المجال. جميل. لكن هل كان موضوع الفرق بين الموهبة والهواية واضح؟ يعني انا ما اعرف، هل مثلا الشخص الذي يلقي قصيدة ويكون شاعر هو يعتبر موهوب؟ لا مثلا لا، هذا الان ممكن اي واحد، انا اقول لك انا ممكن استخدمها بس فقط فترة معينة. نعم. انا ممكن الان عندي مسابقة فقط جبت شعر وقريت، استغل الوقت هذا وخلاص، هذه ما اسميها موهبة انا. طبعا. هذه مشاركة فقط مؤقتة. طيب كيف ضمنتوا انتم هذا العنصر بالتحديد من خلال تقييم؟ شفناهم نحن من خلال طبعا الاداء، من خلال الامكانيات ايضا في الالقاء مثلا، او في
يعني بشكل عام مثلا الاداء سواء مثلا الجانب الرياضي نحن شفنا ناس مش متصنعين فيه ما شاء الله عليهم عندهم الظاهر خبره يعني سنوات مثلا في الاداء ايضا في الانشاد مثلا تقربوا في الانشاد كثيرين شفنا من هم متصنعين في هذا المجال وشفنا من هم بالفعل يمتلك الموهبه واللي تاهل يعني جميل. تعرف بدر في كثير من الشعراء هم شعراء وكانهم غير شعراء صحيح. كثير من المنشدين هم منشدين وهم وكانهم غير منشدين لكن مثلك وشرواك يعني فعلا يمتلكوا أشياء خاصة فيهم تختلف عن الآخرين يعني على الأقل لهم بصمة خاصة فيهم لهم حضور مختلف فالخوف أن مثل هذه المسابقات يعني مع تقديرنا لهذه الجهود الطيبة من طلاب الجماعة أنها فقط تكون لأجل المشاركة ولأجلهم يستعرضوا مواهبهم أيوة أنا هذا الجانب ما أيد أنا مثل ما تفضلت أستاذ راشد لأنه شوف هذه مرحلة معينة البعض يمكن يستغلها استغلال كذا ويقول خلاص أنا بشارك ويروح يعني ولكن الموهبة اللي يريد يعني موهبة يستمر دائما مهما يعني شوف مثلا نحن على سبيل المثال كم نحن الان في مجال الانشاد يعني الان 14 سنه انا في مجال الانشاد ما توقفنا نحن قلنا علشان فتره معينه شاركت انا في كذا خلاص واستغليت موهبتي لكن هنا يمكن في ناس مثل ما تفضلنا قبل انه الشباب اللي شاركوا في المسابقه شفناهم نحن قيمنا اللي شفناه بالفعل موهوب يستاهل انه يتاهل يعني اما الناس اللي تحسهم فقط جايين متصنعين في اللحظه هذيك فطبعا هذا لا شك اي مكان تجد كذا يعني في ناس ما عندهم ولكن يشاركوا يعني فميزنا بينهم وبين كذا ولكن انا اتمنى انه اللي بالفعل عنده موهبه هبه من الله سبحانه وتعالى يحافظ عليها واتمنى هذه المواهب نستغلها في خدمه هذا الوطن بامانه يعني مش علشان المسابقه وتنتهي المسابقه انا اتمنى تستحق دائما بامانه والله يعني لانه انا افضل هذه موهبتي اخدمها في الوطن باي شيء انا حتى مثلا اي موهبه الان الشباب اللي استضفتهم قبل شويه انا اي حد هنا يشارك انا اعتبره سفير لبلده صحيح يعني انا لما نسافر خارج ما نسافر انا كفلان انت لاحظت في البدايه ذاك الفنان الايطالي اول ما جاي كم مره كرر ايطاليا يمكن اكثر من عدد كلمات الاخرى يعني فعلا حبوا واحد من البلد يعني ايوه فانا اقول لك ايضا العماني لما يسافر ما يقول مثلا بدل حارتي يسافر او لا يقول هذا العماني ايوه اذا انت مسافر معك خريطه سلطنه عمان شالنها معي انك تتوقع اي سؤال عن بلدك يعني فانا اتمنى هذا ايضا يكون السفراء طيبين بهذا الموهبه جميل يعني وايضا لجنه التحكيم استاذ خالد الزبياري استاذ شباب ناس ما شاء الله كبار يعني استاذ طلال الرواحي طيب عبد الله المرحله القادمه وش راح تشهد ايضا من التفاصيل ايضا طبعا المرحله القادمه راح تكون يعني مستمره من تاريخ 9 اكتوبر ولغايه 22 من هذا الشهر طبعا بعد يومين يوم الثلاثاء استمرت هذه المرحله في هذه المرحله احنا عندنا استعدادات للامسيه الختاميه وش في هذه الامسيه الختاميه فيها تصفيات نهائيه للعشرة المتاهلين من مواهبنا الجوله الاولى بيكون فيها الاستعراض للمواهب العشرة عن طريق يعني في الستيك في قاعة الكبرى بالمركز الثقافي امام لجنه التحكيم وطبعا امام حشم الجماهير ما يقارب 4000 الى 5000 جمهور جميل راح يستعرضوا مواهبهم طبعا كل شخص بيستعرض موهبته وبالتالي بتكون النتيجه النهائيه للتحكيم 70% للجنه التحكيم و30% عن طريق التصويت طبعا التصويت في برنامج خاص لنا راح نعلن على الرقم مصممين خاص بالمسابقه نعم البرنامج مصمم خاص للمسابقه فقط يستقبل عن طريق رقم خاص راح نعلنه لاحقا طبعا 30% مثل ما قلنا للاصوات الجماهير و70% لهذا فبالتالي نحن معنا جلسه طبعا نحن ما نقول جلسه نقول امسيه ختاميه امسيه للتصفيات النهائيه يوم الثلاثاء القادم طبعا بعد يومين يوم 22 من اكتوبر والكل مدعو لهذه الامسيه جميل. طبعا فيها فعاليات مختلفه ليست لمواهب فقط فيها مواهب فيها فقرات مختلفه فيها السحوبات فيها مفاجآت عديده جميل طيب من خلال المشاركين في المسابقه هل ضمنتم فعلا وجود حد خارج اسوار الجامعه طلاب كثر مواهب كثيره ولا اغلبها اقتصرت على طلاب الجامعه بالنسبه للمواهب نحن فتحنا المجال لكافه المجتمع العماني طيب. استقبلنا من مختلف الاعمار ومن مختلف الفئات ومن مختلف المحافظات ومناطق السلطنه استقبلنا في اطفال معانا استقبلنا في طلاب مدارس استقبلنا في طلاب جامعات مختلفه استقبلنا في بعض في عدد من الموظفين ايضا جميل نعم نقدر نقول على ان المسابقه لم تقتصر لفئه معينه وانما فتحت مجالاتها للجميع جميل يعني هذا اتوقع ايضا جانب من جوانب خدمه المجتمع اللي تقدمه الجامعه طيب استاذ بدر في موهبه معينه شدتك يعني واصريت على انها تكون منتقله الى المرحله النهائيه مثلا المرحله القادمه من التصفيات في المسابقه والله في موهبه كان موهبه ايش اسمها هذيك احنا نسميها اللي صانع الطياره كان
موهبة علمية يعني صراحة. علمية صراحة يعني موهبة جميلة جدا. كان الطائرة يعني يطير الطائرة على الإيقاع الموسيقي. الله. يعني شيء غريب سبحان الله. هذه موهبة لأنه صعب واحد يتحكم في طائرة. يعني في شباب ما شاء الله عندنا في عمان أيضا موهبة الإنشاد. في بعض الشباب ما شاء الله مبدعين جدا يعني أدائهم ممتاز جدا أنهم يتأهلوا. أيضا مسائل في موهبة اللي هي إيش نحن نسميها بعد هذه فريستايل. ما فريستايل في موهبة ثانية. فريستايل أنا أعتبرها رياضة لكن وش المجتمع وش هذا الموهبة عبارة عليه؟ فريستايل اللي هو الحركات اللي استعراضية. استعراضية أيوة. فأنا شفتها من خلال نحن لجنة التحكيم شفناها أن هذه حركة رياضية صعب يعني كل واحد يؤديها. فكنا نسأل الشباب اللي مقدمين هذه الموهبة أقول لهم كيف مدى استقبال أصلا المجتمع. نحن المجتمع يعني هذه دخيلة على المجتمع لكن نحن قيمناها كموهبة رياضية. لكن ألعاب الخفة أيضا يعني في شباب متميزين في ألعاب الخفة يعني شيء غريب يعني في عندهم ما شاء الله. هذا اللي شفناهم منهم تأهلوا يعني. نعم. مثل هذه المسابقات تعتبرها ترفيهية في المقام الأول أو فعلا يعني فرصة لصقل المواهب؟ لأن كما يبدو يعني من أغلبها هي متعلقة بالجانب الترفيهي الجانب المجتمعي. أنا أشوف أعطيك إياها من عدة جوانب. نعم. ممكن قد يكون جانب ترفيهي ممكن جانب شيء ثاني أيضا دعم لل يعني اكتشاف مواهب جديدة نحن يمكن ما نعرفها يعني من خلال هذا المسابقة. هكذا يعني. جميل. ما في كان موهبة في مجال التقديم التلفزيوني الإذاعي؟ في كانت عدد من المواهب من ضمن هذه المواهب أيضا اللي شاركت في الجولة الأولى في كانت في التمثيل في التقديم في كذا وفي مواهب في الإلقاء الشعري أيضا. يعني كانت مواهب اللي استقبلناها في الجولة الأولى مواهب متنوعة تماما. يعني قد تكاد تكون بعض المواهب متكررة لكن بنسب متفاوتة. جميل. إذا هذا واجهتكم صعوبة تتوقع بدر في موضوع الاختيار أو المفاضلة بين مسألة الأفضل. كذا لأنه أنا بعد ما صار أصلا الجولة الأولى في كثير من الاتصالات تقول إحنا ما عندنا خبر عن المشاركة فما نعرف ليش الجانب الإعلامي مغيب. هل من عندكم أنتم أو من التقصير ما أعرف. ولكن في كثير ناس يريدوا يشاركوا كان. لكن هي كمسابقة يعني ما شاء الله الشباب عدي لها جهد كبير يعني واضح من خلال ما شاهدته يعني. طيب بعد هذه المسابقة عبد الله بعد هذه المواهب كيف بالإمكان تأخذوا بأيديهم المنشد مثلا تتبنى واحدة من شركات الفنية مثلا في المجال الإنشادي بقية المواهب الأخرى في مجالها يعني؟ طبعا أحب أول أنوه على نقطة مهمة أن نحن فتحنا قنوات تواصل اجتماعي يرد عليك ترى على موضوع أيوة. نحن فتحنا قنوات تواصل اجتماعي للوصول للمجتمع العماني من ضمن هذه القنوات تواصل معنا على الفيسبوك على تويتر على الإنستغرام وأيضا كان في إيميل خاص لاستقبال هذه المواهب والتواصل مع المجتمع وأيضا كان فيه رقم خاص لهذه المسابقة رقم خاص كنا نتواصل مع المجتمع العماني عن طريق برامج التواصل أيضا مثل واتساب والفايبر وهذه يعني لتسهيل عملية التواصل. ونحن فتحنا المجال لمدة تقريبا شهر أو أقل عن شهر بقليل. أنتوا فتحتوا المجال لين اليوم المسابقة. يعني نحن فتحنا يعني. المجال نحن فتحنا المجال في الأصل كانت آخر موعد استقبال والمشاركات 6 أكتوبر لكن احنا مددنا المجال ليومين تقريبا. جميل. طبعا تسألك ما بعد هذه المواهب كيف بامكانكم انكم تاخذوا بايديهم حتى يواصلوا مشوارهم الافكار اللي مسينها؟ طبعا احنا طبعا هذه الفكره فكره هذه المسابقه نعتبرها فكره وليده لافكار اخرى ان شاء الله راح تتبنى نحن نتمنى من خلال المجتمع العماني والمؤسسات والجهات ان تتبنى مثل هذه المواهب مثل ما ظهرت اليوم هذه المواهب على الاعلام العماني أو على الجمهور ما يقارب 4000 الجماهير في القاعة الكبرى وعلى الملأ. نتمنى أن ترى هذه المواهب النور أن يتم الأخذ بيدها أيضا. جميل. إحنا إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. يعني بدر أقل من تقريبا شهر والسلطنة ستحتفل بالعيد الوطني 43 يوم 8/10 يوم غالي علينا صحيح. جميعا هو يوم عمان فنريد نختم بشيء أيضا من الإنشاد يعني فاجأناك صح لكن نريد نختم بأي شيء تختار بدا عن عمان. عن عمان طبعا عن عمان لازم لكن ماذا فاجأنا لا حلوة المفاجآت نسمعكم مقطع الأرض لو تحكي تغنت مواويل والطير لو يكتب خط الرسالة مشكور يا زارع شجار المضاليل يا ليت من شافاه يسوي مثالة يا ليت من شافاه يسوي مثالة قابوس سيسها بنود وتفاصيل الله يا معظم صاحب الجلالة انحط في ديراته للمهاليل
ومباحي بقواله سبقت فعاله ومباحي بقواله سبقت فعاله بالحيل نفخر بك يا مولاي بالحيل والفخر في شخصك يا محد سماله ربيت في عهدك رجال بواسيل يمشون في طوعك وأمرك في دالة يمشون في طوعك وأمرك في دالة. صح لسانك وإن شاء الله تنالكم دائما كل التوفيق إن شاء الله موفقين دائما في مسيرتكم. نشكرك على وجودك معنا الأستاذ بدر بن ناصر الحارثي عضو لجنة التحكيم بمسابقة المواهب العمانية. شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لك الأستاذ عبد الله بن خلفان الراشدي رئيس اللجنة الإعلامية بالمسابقة. شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا لكم مشاهدين على طيب متابعتكم وإن شاء الله اليوم وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم عبر المحطات المختلفة في برنامجكم من عمان. يوم الغد إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء أكيد مع مشوار جديد مع محطات جديدة مع تغطية جديدة لمختلف الفعاليات والأحداث اللي تشهدها أرض السلطنة الحبيبة في مختلف المواقع. كل عام وأنتم بخير. كل عام وعمان تزدهي بإنجازات أبنائها. كل عام وجلالة السلطان المعظم تاج على رؤوسنا جميعا. نلتقيكم مشاهدينا في حلقة يوم الغد من برنامجكم من عمان. إلى الملتقى.